شهد دغلس هي طالبة ماجستير في مجال التثقيف الصحي، عملت السناب شات تيكون منصة إعلامية إلها لتنقل فيه ثقافتها ومعلوماتها عن الصحة بشكل عام. قبل ما نستضيف شهد ونقعد ونحكي معها أكثر عن موضوع سناب صحي اللي هو عنوان سناب شهد، لنطلع نحضر فيديوهاتها وراجعين. يعني لأنه نحن بهاي الطريقة منساعد على وجود وتهيئة جوراتب للبكتيريا حتى أنها تنمو وتتكاثر. فالطريقة الصحيحة أنه تمسك فرشاة أسنانك تحطها بشكل عمودي في علبة بعيدة عن التلوث، بعيدة عن الرطوبة، وتخليها مكشوفة حتى أنها تنشف ونمنع هاي البكتيريا من أنها توصل لأجسامنا. يعني شهد، زي ما شفنا بسناباتك أنت عم بتحاولي توصلي رسالة هادفة عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً سناب شات. هلأ أنت بتعتبري حالك ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا صبية عندها وقت فراغ وعندها محتوى من المعلومات حابة تنشره للناس؟ هلا يمكن قبل ما أبلش سناب صحي، طبعا أول شيء أنا شكرا لكم على الاستضافة الحلوة هاي البداية. شكرا. هلا سناب صحي، أو بدي أحكي يعني أنا كشهد دغلس في البداية، أنا أصلا كنت ناشطة في المجال التنمية الاجتماعية والمجال الاجتماعي وكذا على السوشيال ميديا وخاصة الفيسبوك. لهيك أنا كان عندي بيس في البداية وكان في عندي مبادرات ومنها يعني الأنشطة الشبابية، فمنها هي طلع سناب صحي. كتير حلو. طب شهد، لو طلبنا منك هلأ تعمل هيك سناب سريع على الهواء؟ نعمل سناب سريع على الهواء. بس هي حتكون 20 ثانية. 10 10. تمام، ما في مشكلة، خدي راحتك شهد. مساء الخير أصدقائي من استوديو كارفان في قناة رؤيا، رح نحكي لكم هالمعلومة الصحية. أول إشي بس خلينا ننزله. هذا درس في سناب شات للي بيحضرونا، درس في سناب شات. يس، تعلموا. أنا بحس شهد تخصص سناب شات. يعني أنا بحب سناب شات بصراحة. لا أنا شفت حاجة. لا صراحة أنا كتير بحبه السناب شات، بسلي وممكن كمان من خلاله تقدر توصل معلومة بوقت قصير، بتشد الناس، فهذا الإشي كتير حلو صراحة. طبعاً سناب شات حلو. هو يعني أصلاً هدف منه مختصر مفيد. يس، هلا المعلومة الصحية. ما بيصير تاخذوا كافيين بعد مجهود عمل او بعد مجهود رياضي، لانه برضه بيرفع الضغط. لهيك كافيين مع عمل رياضي ما بيزبط. برافو عليكي. اوكي، يعني جد معلومه سريعه مفيده بعشر ثواني. طب شهد، هلا بما انك انت متخذه السناب شات كمنصه لك حتى تنقلي فيها معلوماتك وثقافتك، بتشوفي بانه المده المسموح فيها للسناب شات اللي هي 10 ثواني انها كافيه لتعطي النصيحه بكل تفاصيلها وبكل المعلومات انت بتكون موجوده عنك عندها، ولا مثلا بتعملي زي ما عملتي هلا مثلا 20 ثانية او 30 ثانية انه مجموعه فيديوهات لنصيحه واحده؟ كيف بتقسمي يعني التكنيك تبعك؟ هلا شوف، بالعكس يعني انا حاسه اصلا السناب شات هو كثير يعني كثير منيح، هو يعني دون مواقع التواصل الاجتماعي الثانية، لأنه بيعطي مختصر مفيد. يعني أنا بالعشر ثواني ممكن حشو الكلام هذا نشيله نخليه بطريقة مختصرة تفيد الناس بهاي العشر ثواني. طبعا هي مش بس 10 على 10، بس برضو هي الواحد يعني بتحدد فيها وبتحدد شو يحكي. يعني هلا في سؤالي من شقين، هلا يمكن في ناس ما بيستخدموا اصلا سناب شات بدهم يوصلوا لهاي المعلومات، كيف بيقدروا يوصلوها؟ يعني ما عندهم سناب شات وما بتعاملوا معه. تمام. هلا انا حتى اوسع المدى صرت انشرها على الفيسبوك، بما انه كمان الفيسبوك يمكن بتيح لي انه تكون هي بيرمننتلي تضلها بطريقه دائمه، لانه السناب شات يمكن بعد 24 ساعه بينحذف المحتوى، حتى الناس يوصلوا له في اي وقت وتوصل لاكبر شريحه، حتى السناب شات يوزرز يعني غيرهم، يعني غيرهم من الناس، انه بقدر برضه يقدروا يستفيدوا من هذا المحتوى. طيب المعلومات اللي بتقدميها على السناب شات بتمر بمراحل معينه ولا لا؟ هي مراحل. هلا شوفي، يعني بشكل عام انا بتاخذ معي ساعه باليوم السناب صحي بشكل يعني بشكل مختصر. او بالبدايه بمسك المواقع اللي بحسها فعلا موثوقه، منظمه الصحه العالميه اللي هي WHO، CDC، المهم المواقع اللي فعلا المعلومه اللي بدك تاخذها من عندها بتكون فعلا موثوقه ومن اكثر من جهه. لهيك انا بالبدايه باخذها، طبعا تكون بالانجلش، انا بترجمها المقاله، ولو ما ترجمتها بقراها وبطلع منها يعني الملخص او الزبده، وبعدين بكتبها هيك بس تكون بريف او سكريبت هيك يكون مناسب، وبنشرها عن طريق السناب شات. يعني مش بقرا، بس انه بجهز المحتوى في البدايه. كيف الاوضاع عندك؟ طب ما انه نحن داخلين بموضوع السناب شات، فخلونا ننتقل لعندي هون على منصه السوشيال ميديا ونشوف تعليقات الناس على الفيسبوك وصفحه كارفان. في عنا دوله سمو الشيخ، انا بتابعكم جواد من دبي، مساء الورد وعسل
وشهد منورين وحلوين، شهد وآية ولا وأحلى البرنامج، برنامج كرفان يسعد مساكم يا أحلى بنات. طبعا نوجه لك تحية يا جواد من دبي ولكل اللي بيشاركونا من الدول العربية. عنا ناصر بيقول شكرا على ضيفتكم الرائعة، ونتمنى أنه دائما نتابعها على سناب شات وتضلها متقدمة. إيهاب زغب بتقول إنه هي دائماً بتتابع شهد على السناب شات وكتير بتحب المعلومات الصحية اللي بتقدمها لإلهم. عنا إسراء بتقول مساء الورد يا أحلى بنات، منورين الشاشة وأحلى تحية لشهود. أي شهود فيهم؟ بس أي شهود فيهم؟ شهود وشهد شهود 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 كمان ثالث شهد بنعمل بينجو. يعني أكيد إحنا نشكر كل اللي بتواصلوا معنا. هلا جاهد أسألك سؤال. كثير بنلاحظ إنه مؤخراً كثير في أشخاص حصلوا على شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وما عندهم ضمين أصلاً، يعني إذا بتيجي على مضمون اللي بيقدموه ما في أي قيمة مضافة للناس اللي عم يحضروا. هلا أنت كشخص أصلاً عندك مضمون هدفك التثقيف الصحي، بتقدمي معلومات للناس، كيف عم تيجي التغذية الراجعة من الناس؟ هلا يعني كل الناس تعرف مثلا انه الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، السناب شات خصوصي انه عم نستخدمه بطريقه سلبيه، كل الناس عم تنزل تفاصيل حياتها اليوميه اللي فعلا هي ما بتعنينا، يعني ممكن اكيد هي حريات شخصيه لكن في النهايه فعلا هي يعني حكي فاضي. تمام. وبرضه عن طريق الفيسبوك كثير بنشوف هاي الشغلات تحكنا طبعا. تمام. فالناس يعني استغربت انه سناب صحي، بما انه السناب دائما معروف انه هو مش صحي، ف يعني اخترت انه فعلا انا استخدم في البدايه السناب شات حتى تكون هي يعني الدفعه او الخطوه الاولى كبداية لبناء المنصه او منصه الاعلام الصحي العربيه. طب شهد، اول شيء انا بهنيك على انك اخترتي المواقع التواصل الاجتماعي حتى انك تنشري فكرتك كثير حلوه جد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس هلا للمراحل الجاي، هلا دائما احنا نبلش مرحله اولى بنعمل اساس بنقوي بعدين ننتقل للمراحل الثانيه. شو هي المرحلة الثانية اللي بدك تنتقلي فيها لطريقة تنقلي فيها أفكارك غير مثلا مواقع التواصل الاجتماعي؟ صح. هلا يعني بدي أحكي لك مواقع التواصل الاجتماعي كي مش مسلط عليها الضوء كإعلام صحي أو كنشر صحة، ماشي في عنا بيجات معينة يعني جهودها مشكورة وكذا، لكن الشباب يمكن ما بيقدروا يوصلوا لها، ما بيقدروا هم يشاركوا فيها لأنه يمكن بحاجة لمعدات، بحاجة لتيم معين. فالواحد من مكانه ممكن هو يقدر يمسك التليفونه ويستخدمه في أقل الإمكانيات وينشر هالمعلومات، مش بالصحية، ممكن في مجال تخصصه، في مجال إشي. لهيك أنا حكيت ليش ما أنا أخلي هدول الشباب داخل منصة، منصة إعلامية، ويعني أعزز الإعلام الصحي خاصة في الأردن، لأن الإعلام الصحي إلى حد ما مهمش. ماشي الإعلام بشكل عام في الأردن جدا رائع، لكن في المجال الصحي هو مهمش. لهيك أنا عم ببني ويب سايت، موقع إلكتروني في مجال الصحة وتوعية الصحية، حتى أنا يعني أقحم الشباب في هذا، في هاي المنصة، وأقحم المنظمات الأردنية وغير الأردنية حتى هي تدعم الشباب في هذا المجال، إن كان عن طريق الدورات أو إن كان عن طريق تدريبهم على الإعلام الصحي. طبعا الناس اللي هم في المجال الصحي أو طلاب في المجال الصحي. حلو. طيب شهد، هلا في بعض الناس السلبيين اللي دائما بيوقفوا قدام الناس اللي عندهم نجاحات بيقولوا انه يمكن انت عم تدوري عن الشهره عن طريق السناب شات اللي انت عم تقدميه سناب شات صحي، شو بتقولي لهم وشو بتوجهي لهم حكي لهدول الناس السلبيين؟ هلا شوفوا، يعني ممكن الواحد ماشي اذا كان بده شهره ممكن ينشهر، ممكن يعني جدا ينشهر، لكن الى حد معين. الشهره بالاردن ما في، مش بس هيك، الى حد معين حيحس انه خلص بطل عندي كونتنت، الناس بطلت تنعجب فيي انا لا شكلي ولا لا شو ما كان الاشي اللي انا عم بنشره اذا كان انا فعلا هدفي شهره، لكن حيوصل لمرحله فعلا اوكي لوين، يعني الناس صح. فعلا عم تستنى منه شيء. مثل ما عم نشوف اشخاص كثير مشهورين عم نشوف عم يقدموا زي ما حكت ولا محتوى بالضبط نستفيد منه. فالمحتوى هو اللي حيقوي الشغله وحيكبرها وحيبين للناس انه هاي البني ادم مش بس شهد، اي حدا بده ينشر محتوى مفيد مش هدفه الشهره. حلو كثير. صحيح. برافو عليك. أكيد نحن هلأ عم نشوف اليوزر نيم رح يمر هلأ على الشاشة تحت حتى الناس تقدر تعمل لك آد وفولو ويشوفوا المحتوى الرائع اللي عندك شهد. نورتينا اليوم باستوديو كرفان، وإن شاء الله نشوفك مرات تانية معنا بالاستوديو. أنا كثير سعيدة فيكم، سعيدة بهالدعم الكبير. سعيدة لو سهلة. نورتينا.